تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت منافسات اليوم الثالث من الأسبوع الثالث لبطولة سموه للصقور والصيد، وقررت اللجنة المنظمة تأجيل منافسات اليوم على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك في فئة الشواهين وفئة جيرات الشواهين بسبب موجة الغبار وقوة الرياح التي شهدتها المملكة. وتقام مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كؤوس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وكأس الخليجيين وسيف النخبة على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة بأن المنافسات سوف تقام يوم الخميس القادم، وسيقام الأسبوع الرابع لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة انطلاقا من يوم الخميس المقبل بإقامة منافسات الصقار الصغير، ويشهد يوم الجمعة إقامة فئة الحرار وفئة جيرات الخلط على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة. وفي يوم السبت 27 من يناير الجاري ستقام منافسات الشواهين وجيرات الشواهين.